عليكم أيها الأصدقاء ورحمة الله وبركاته. من قناة الجوادين نقول لكم رمضان كريم، ونلتقيكم في برنامج رمضانيات، كونوا معنا. أيها الأحبة، سألت أمي ما هي مفطرات الصوم، فعلمت أنني أفطر إذا تعمدت الأكل والشرب قليلا كان أو كثيرا، أو إذا تعمدت القيء. تعلمت أيضاً أيها الأحبة أن إحدى المفطرات هي الكذب على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، أو على أحد المعصومين عليهم السلام. ومعنى الكذب عليهم أنني أنسب إليهم فعلاً أو قولاً لم يصدر منهم. أحبائي، إلى هنا انتهت تساؤلاتي، انتظروني في تساؤلات جديدة. في أمان الله.